يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نقول إن الله سبحانه وتعالى أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة وقد سبقه النفي، فكيف يكون قسما منفيا؟ ما هو بنفي هذا يا أخي، ما هو بنفي، هذه لا التأكيدية، قلنا لك هذه للتأكيد وليست للنفي. أما من قال إنها للنفي فهي نافية لكلام الكفار الذين ينكرون البعث، لا أي ليس الأمر كما زعمتم، أقسم بيوم القيامة. نعم.